نعم أحسن الله إليكم يا شيخ، أحكم بيع السيارة بالسيارة؟ إيش؟ بيع السيارة بالسيارة. نعم. كأن يكون عندي سيارة مستعملة معروف، ثم وافح الصورة شيخ، ثم أريد أن أشتري سيارة جديدة فأعطيه صاحب السيارة المستعملة هذه وأدفع معها فارق قيمة. يقول تبادل السيارات الجديدة بالقديمة، إذا أراد صاحب القديمة أن يدفع الفرق بين قيمة القديمة والجديدة هل يجوز؟ الجواب نعم، لأن السيارات ما فيها ربا. نعم.